طبعا كلنا عارفين ان موقع ميد جورني قفل النسخه التجريبيه المجانيه للحسابات الجديده، وكنت جبت لك 15 موقع بديل لموقع ميد جورني وعرفتك عليهم فيديو، وهسيب لك رابط الفيديو في الوصف. اهلا بيكم، معاكم محمود خضر. النهارده ان شاء الله انا عايز اقول لك على الطريقه الوحيده اللي ممكن تستخدم بيها موقع ميد جورني بطريقه مجانيه بدون ما تشترك فيه. زي ما احنا شايفين دي الواجهه الرئيسيه لموقع ميد جورني. لو انت مشترك في الموقع فانت عندك هنا تحت هتلاقي ساين ان وجوين ذا بيتا. لو ضغطت على ساين ان يبقى هحولك على الصفحه بتاعتك على الميد جورني، ولو انت ضغطت على الجوين ذا بيتا يبقى هحولك على الديسكورد، واللي من خلاله بتخش على بوت الميد جورني، ومنها تقدر ان انت تخش على جروبات زي دي وتعمل التصميمات. بس طبعا احنا عندنا مشكله، وهي ان انت لازم تشترك في الموقع. بس انا هقول لك على الطريقه اللي ممكن تستخدم بيها موقع ميد جورني مكان. مبدئيا كده يا جماعه، هي انت ممكن ان انت تخش على ميد جورني وتتفرج عادي جدا على الكومنت تشيك كيس، وتقدر تستفيد منها ان انت ممكن تاخد الكلام اللي مكتوب ده وتستعين به في احد المواقع الاخرى. طبعا بيبقى ظاهر قدامك هنا تصميمات جديده ورائعه، ودايما بتحس انها ترند. يعني انا كل مدى بدخل على الموقع بلاقي مثلا تصميمات ترند، يعني مثلا التصميمات دي كلها حاسس ان هي واخده حيز اكبر على الموقع. فدي كله بيبقى مثلا على حسب الطلب بقى، لان في ناس طبعا بتعمل التصميمات دي وبتبيعها، او بتعمل الاشكال دي وبتستخدمها ان هي بتبيعها على مواقع الطباعه عند الطلب، او ان هي بتعرضها على مواقع الصور وبتبيع الكلام ده كله، او ممكن حتى تنباع لشركات بقى اللي بتعمل انيميشن وحاجات زي كده. اذا فدي اول طريقه ان انت ممكن تتابع الحاجات ديت وتستفيد من ان انت تاخد الكابشن ده وتعمل حاجات زيه. طيب لو احنا بقى رجعنا تاني عملنا جوين ذا بيتا، هيبقى هيحولك على الديسكورد. طبعا عندنا هنا رابط الميد جورني، لو احنا دخلنا هنا هتلاقي المجموعات زي نيو بايز 43 13 73، ودي المواقع او الجروبات اللي دايما كانت بتبقى مفتوحه للناس اللي عايزه تصمم. فلو دخلت انا هنا عملت مثلا هنا على الجروب ده فتحت كده، هتلاحظ طبعا هنا في ناس بتعمل تصميمات. هيقابلك طبعا زمان كنا لما بنيجي نعمل قبل ما يبقى الموضوع بفلوس، كنت هتلاحظ ان كان بيبقى في تصميمات كتيره جدا، كل شويه تقعد تقلب في الموقع تلاقي تصميمات كتيره جدا بتتعمل، لان كان بيبقى فيه النسخه المجانيه. لكن دلوقتي بتحس ان مفيش يعني تصميمات كتير، يعني كل فين وفين كده على ما يظهر لك تصميم، لان طبعا خلاص الموضوع بقى ايه بقى يعني اقل بكتير. طيب ازاي بقى انا هقدر استفيد من الموقع هنا وانا اصلا مش مشترك؟ كل حكايه ان انت ممكن تتابع التصميمات دي، لو عجبك تصميم ممكن ان انت تنزل التصميم ده، لو عجبك اي تصميم ممكن تستفيد ان انت تاخد الكلام ده كله وتعمل بيه برضو نفس التصميمات على مواقع تانية، او ان انت تاخد فكره. يعني ممكن تستفيد ان انت تاخد فكره، مثلا هنا عامل لك اشكال مثلا كده لمساجد وجوه هلال وحاجات زي كده، تقدر ان انت تستفيد من الكلام المكتوب ده وان انت تحوله بقى بطريقتك لاشكال معينه انت حاببها، او تصميمات باستخدام برامج التصميم. فهنا برضو هتلاحظ في تصميمات كتير هنا وفي حاجات كتير. فدي اول حاجه انا ممكن اعرفها، ان انا ممكن استفيد من الكلام اللي هو البرومبت، وممكن برضو استفيد من بعض التصميمات اخد منها فكره تساعدني في عمل تصميمات باستخدام مواقع اخرى، او حتى لو انت فكرت في يوم من الايام تشترك في موقع ميد جورني. لو رحت على جروب زي ده برضو ممكن هتلاقي فيه برضو تصميمات، ممكن تلاقي حاجات تعجبك. يعني الحاجات ديت هتخليك برضو يعني مرتبط شويه بالميد جورني، بحيث ان انت تقدر برضو تستفيد من الميد جورني زي ما قلت لك، يا اما هتستفيد برومبت او هتستفيد فكره تقدر تستعين بها في شغلك. برضو هنا موقع الجروب الثالث، وتقدر برضو ان انت تخش في الجروب الثالث ده وتشوف الشغل هنا معمول ازاي وتستفيد برضو منه. طبعا لو انت جيت هنا بقى ايه جربت ان انت تعمل اي حاجه، هو مازال موجود الايماجن برومبت، لكن لو جيت كتبت اي شيء مش هيعمل لك حاجه، وهيظهر لك نفس الكلام اللي احنا بنعمله. وانا برضو هجرب معاك دلوقتي لعل وعسى ممكن يكون فتح، رغم ان انا النسخه دي بتاعتي ديت مش مجانيه، لان انا كنت استهلكت كل الرصيد فيها، بس للاسف برضو قال لك due to extreme demand we can't provide a free trial، يعني مش هنقدر ان احنا نعمل free trial دلوقتي، اشترك بعدين او تعالى مره ثانيه. فطبعا ده كلام خلاص، كل سنه وانت طيب، هو كده كده الموقع قفل النسخه المجانيه. بس طبعا دي الطريقه اللي انا كنت بقولك ان انت ممكن تستفيد منها، بحيث ان انت ممكن تعرف تاخد افكار او تشوف تصميمات ناس بتعملها وتستفيد بيها في شغلك. دي كانت حلقه النهارده، حلقه بسيطه، وان شاء الله هبقى اشرح لك ازاي انت تشترك في موقع ميد جورني في حلقه جديده باذن الله. وفي النهايه السلام عليكم.